الناس مفكره ان التجار هي اللي بتغلي السعر وبتقول لك كيلو الفراخ ب 70 جنيه. التاجر بيروح يشيل كيلو الفراخ من قلب المزرعه ب 70 جنيه، وفي الاخر بيخسر فيها، ما بتجيبش تمن مشالها عشان الخسيه وعشان المشاوير والسفر والكلام ده كله. نروح للسمسار يقول لك صاحب المزرعه مش عايز يفتح، قال لك كيلو ب 70 جنيه. طب احنا ازاي هنحمل ب 70 جنيه وننزلها ازاي محلات، والاهالي المستهلك هياخدها بكام؟ السعر غالي. انا النهارده فراخ كنت بطلع احملها الكيلو ب 17 جنيه وب 18 جنيه، ويوم ما تغلى تبقى ب 20 جنيه. النهارده السمسار يقول لي صاحب المزرعه مش عايز يبيع الكيلو الا ب 50 جنيه الفراخ اللي هي البياضه، تمام؟ خش على الفراخ الحمراء يقول لك الكيلو ب 58 جنيه. طب انا دلوقتي كنت ببيع الفرخه اساسا للزبون ب 45 جنيه يوم ما اديها له غاليه، دلوقتي اساسا الكيلو بروح اجيبه من قلب المزرعه ب 50 جنيه. اقول للزبون الفرخه عامله لها 85 جنيه ولا 90 جنيه، ويعتبر انا كده دلوقتي حتى لو واخد مشال ولا واخد اي حاجه، وفي الاخر بخسر ومش عاجب الناس. العده ايه؟ الحمد لله مركونه، واحنا يعني مش عايز اقول الحال واقف بقاله زياده عن شهر.